بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب الرواقي الجاوي، قال: وجوابه: تكلمنا قبل ذلك على ما يسمى بنقض العلة، أو ما يسمى عند بعضهم بتخصيص العلة، وذكرنا فيها 10 مذاهب، ثم بعد ذلك شرع يتكلم على جواب النقض، يعني كيف يجيب المستدل على اعتراض المعترض بنقض العلة. إيش هو هذا الجواب؟ قال: وجوابه منع وجود العلة فيما اعترض به. يعني إحنا يا أخوان عندنا ما يسمى بالمستدل، ولدينا ما يسمى بالمعترض. المستدل هذا هو الذي أقام عملية القياس وذكر أن العلة في القياس الشيء الفلاني، ثم بعد ذلك جاءه معترض وقال له: هذه العلة منقوضة بأنها في صورة من الصور وجدت العلة وتخلف الحكم، فالعلة منقوضة. فهذا من المعترض. ما هو جواب المستدل على اعتراض المعترض؟ ما هي قواعد، مش أي كلام، لابد أن يكون للمستدل جوابا معينا بطريقة أكاديمية على المعترض. قال: جوابه منع وجود العلة فيما اعترض به. الصورة الذي الصورة التي اعترض المعترض بأن العلة موجودة وقد تخلف الحكم، المستدل يقول: أنا أمنع من وجود العلة مع تخلف الحكم. فجوابه بالمنع، منع إيه؟ منع المستدل من وجود العلة في هذه الصورة مع تخلف الحكم. هيقول لك: أنا أمنع. طيب، يبقى جواب بالإيه؟ جواب بالمنع، أي يمنع المستدل وجود العلة في هذه الصورة المختلف فيها. يقول: والله طيب هيمنع بإيه؟ يقول: والله مش دي العلة، ده العلة الجزء اللي انت ذكرته مع محل آخر هو العلة، والعلة مكتملة لم تتوفر، فلم نسلم لك أن العلة وجدت وتخلف الحكم عنها، أنا لا أسلم لك هذا. نضرب لذلك مثالا لطيفا جدا جدا، مسألة بسيطة: صوم من لم ينوي، صوم من لم ينوي، يعني لم ينوي من الليل، لم ينوي من الليل، بنقول عنه ايه في الفرض؟ بنقول: والله صومه غير صحيح، ده الحكم. جميل. العلة عدم وجود النية في أول الصوم قياسا على عدم وجود النية في آخر الصوم. يعني نحن قسنا عدم وجود النية في أول الصوم على عدم وجودها في آخر الصوم في أن كل منهما
مؤثر في عدم صحة الصوم. ده بالنسبة لإيه؟ صوم رمضان لو لم ينوي ويبيت من الليل صيامه باطل. لماذا؟ قالوا لأن صومه في أول النهار عري عن النية، فلو أتى في الساعة 10 الصبح ونوى الصيام لا يصح، قياسا على ما لو ترك النية في أول النهار على ما إذا ترك النية في آخر النهار، فإن صومه لا يصح. فقاسوا ترك النية، قاسوا ترك النية في أول النهار على ترك النية في آخر النهار. طيب الحكم المنتج إيه؟ عدم صحة الصوم. العلة هي إيه؟ عراء بعض الوقت عن وجود النية فيه. يأتي الحنفي ويقول له إيه العلة يا شافعي؟ يقول له العلة خلو أول النهار عن وجود النية. الحنفي يقول له طيب شاهد العلة؟ هي دي العلة. لكن انت يا شافعي بتقول لو هو في صيام النفل نوى قبل الزوال فإن صومه يصح، صح كده؟ مع أن العلة هي خلو بعض الوقت عن النية، فقد وجدت العلة وهي خلو أول النهار عن النية وتخلف الحكم عن هذه الصورة وهو عدم صحة الصوم، بل حصل النقيض وهو صحة الصوم، فقياسك منقوض بهذه الصورة اللي هي إيه؟ إن النية أو العلة وجدت وتخلف الحكم عنها. العراء وجد وتخلف عدم الصحة عنه، فالحنفي ينقض القياس بهذا. طيب الشافعي هيجاوب بإيه؟ قال له لا، أنا أمنع في المقيس عندي أن يكون أو أن تكون العلة هي عراء أول النهار عن النية. ده أنا بقول العلة مركبة من شيئين، شيء الأول هو العراء والشيء الثاني هو المحل الفرضية، ولذلك بقول له العلة كده عراء صوم واجب عن أول النية نهارا، فلا تستطيع أن تنقض في هذه الحالة لأن أنت نقضت بالنفل وإحنا بنتكلم في الفرض، وإن العلة هي كون صوم واجب عاري عن النية في أول النهار، فأنت رحت ونقضت بصورة ليست هي العلة، العراء فقط. لا مش العراء بس، ده العراء وكونه فرضا. فالمستدل يجيب بمنع وجود العلة في محل الاعتراض. أقول له لا، أسلم أن هذه العلة، ده العلة مركبة من اثنين، مركبة من المحل وهو الفرض مع عراء هذا المحل عن النية في أول النهار، فده اسمه جواب بالإيه؟ جواب بالمنع. شفت بقى انت جايب الصورة، انا امنع هذه الصورة. فهمنا الصورة اللطيفة دي؟ تمام. او منع، ما هو انت هتشتغل على اثنين، علة وحكم. ما هو التخلف حصل ازاي يا مولانا؟ التخلف علة موجودة وانتفى الحكم، فانا هشتغل على الاثنين في الجواب. هبدأ أشتغل على العلة وأقول له لا، العلة التي نقضتها ليست هي العلة، والحكم الذي زعمت أنه ليس بموجود
هو موجود فاشتغل معاه في الاتجاهين، اتجاه ايه؟ اتجاه العلة واتجاه الحكم. اما العلة فهو بيقول ليست هذه هي العلة، الصورة التي نقضت بها قياسي العلة ليست موجودة فيه. طب والحكم؟ قال له امنع انتفاء الحكم. مش انت بتقول العلة وجدت؟ لا، العلة ما وجدتش. انتبه، سلمنا ان العلة موجود لكن الحكم لم ينتفي. ماسك اتنين، اول شيء جواب بالمنع، ثم بعد ذلك ضمنا تسليم، وبعد التسليم منع من تخلف الحكم او منع انتفاء الحكم فيه، يعني يمنع المستدل تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. اقول له لا، الحكم لم يتخلف بل الحكم موجود تحقيقا او تقديرا او منع انتفاء الحكم فيه، يعني فين؟ خلي بالك احنا كلنا بنشتغل في انهي صورة؟ ها، في اللي هي صورة النقد. ما انا الصورة الخلاصة ان انا عملت ايه عشان اعيد تاني من اجل الفهم، ان انا مستدل وانشأت قياس واوجدت فيه اركان القياس، اصل، فرع، علة، حكم الاصل. بعد كده جه المعترض وقال لي لا، العلة مش علة، العلة هي العلة. ماشي، أنا موافق إنها العلة، لكن هذه العلة قد وجدت في محل آخر وتخلف الحكم عنه، وإذا وجدت العلة الوصف وتخلف عنه الحكم فهذا يؤدي إلى أن ذلك الوصف ليس بعلة، لأن العلة توجد مع الحكم وتنعدم مع انعدام الحكم. فإذا وجد الوصف وانتفى الحكم نعلم أن هذا الوصف ليس بعلة، لأن خلي بالك كون وصف شيء وكون علة شيء آخر. يعني عرائي أول النهار عن النية ده وصف، وده وصف موجود، كونه بقى علة أو ليس بعلة ده أمر آخر، لوحده كده مش علم. لكن عراء صوم واجب، يبقى العراء والصوم الواجب وأول النهار، يبقى علة مركبة من ثلاثة أشياء. سلمنا إن العلة موجودة مش موجودة في الفرع. طب يلا بينا بقى ننتقل على الكلام على الحكم. خلاص ماشي، يلا بينا بقى نتكلم معاك في الحكم. لا، الحكم موجود. مش انت بتقول ان العلة موجودة وانتفى الحكم؟ انه ماشي، سلمنا اللي انت بتقوله هو العلة لكن الحكم لم ينتفي. كل مين ده اللي بيتكلم؟ ده المستدل، لان هو ما انشأتش عملية القياس وتركها كذا، بل دافع عنها ووضع لها القواعد المانعة من نقضها. ده الحكم موجود، والوجود على نوعين، وجود حقيقي ووجود تقديري. حقيقي، هنضرب له مثال، أن يقول الشافعي عقد السلم عقد معاوضة فيصح فيه التأديل كالبيع. عارفين السلم إيه هو يا أولاد؟ ولا ما تعرفوش؟ عارفين السلم؟ بيع موصوف في الذمة، ولا مش عارفين؟ يعني مثلا أروح مثلا للنجار وأقول له والله أسلمت إليك في مكتبة، وصفها كيت وكيت وكيت ورفوفها كيت، وأذكر له أوصاف دقيقة وأدي له المبلغ. هي بتست بكام؟
ب100,000، يقوم واخدها النجار 100,000 ويعمل المكتبة، وبعد شهرين ثلاثة يجي يسلم لي المكتبة ويركبها عندي في البيت. يبقى ده اسمه ايه؟ سلم. السلم نوعين، في سلم حال وفي سلم مؤجل. أسلمت إليك في مكتبة، ويذكر الأوصاف المنضبطة، تصنعها لي وتسلمني إياها بعد 3 أشهر، يبقى هي مؤجلة. يبقى ده سلم إيه؟ سلم مؤجل. وفي سلم حال. أسلمت إليك في جهاز لابتوب HP وصفه كيت وكيت 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 وكيت، وهذه هذا هو ثمنه $5,000. لا ما يعملش خمسة دلوقتي، يعمل 10,000 دلوقتي في مصر، اللي هو يعني التعبان. قبل كده كان ب2003، لكن بعد التعويم وبعد الغرق وصلنا للأعماق. فخد 10,000، يوم واخد 10,000 ويجيب جهاز كمبيوتر من المخزن ويسلمني إياه. ده اسمه سلم إيه؟ حال، لأنه أولا بلفظ السلم، ولأن العين غير موجودة في المحل، ولأن العين لما عقدنا عليها عقدنا على عين موصوفة في الذمة، فصار بهذا سلما، ولكن سلم حال، هيسلمني البضاعة دلوقتي. السلم المؤجل، التأجيل ده شرط ويذكر الأجل، ولذلك بيقول لك اهو السلم عقد معاوضة، عقد معاوضة، العقد ده عبارة عن إجابة وقبول. معاوضة يعني إيه؟ مبادلة فلوس بسلعة، زي البيع بالضبط، عقد معاوضة. فلا يشترط فيه التأجيل، لا ده هنا بيقول فلا يشترط فيه التأجيل، كالبيع. زي ما إن البيع لا يشترط فيه التأجيل، عقد السلم لا يشترط فيه التأجيل، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة. فهنا بيقول له كده فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع، تأجيل يعني الأجل. ليه؟ لأنه الشافعية بيجوزوا السلم الحال والسلم المؤجل، يبقى الأجل مش شرط يعني. ولذلك الحنفية يبطلوا السلم الحال، وإحنا نقول لا، السلم الحال ده جائز، كما إن البيع على نوعين، بيع حال وبيع مؤجل، كذلك السلم حال وسلم مؤجل، فلا يشترط فيه التأجيل. فيأتي أخونا الحنفي ويقول إيه؟ يقول لك هذه الصورة منقوضة. منقوضة بإيه بقى يا عم الحنفي؟ يقول لك والله منقوضة بعقد الإجارة. يا ابني ده الفروع كلها في ذهنه، مش لعب هو، ده علم صناعة، الفروع كلها موجود. قالوا طيب يا مولانا صل على النبي، الإجارة دي إيه؟ عقد معاوضة، لأن أنا بديك الفلوس وفي مقابلتها المنفعة، استيفاء المنفعة، وكمان المنفعة بتبقى معدومة، والإجارة منفعتها معدومة، والسلم منفعته معدومة لأنه مش موجود حال العقد. فالإجارة عقد معاوضة يشترط فيه التأجيل. فأنا هقيس عقد السلم على عقد الإجارة بجامع أن كل منهما معاوضة على شيء معدوم،
ما هي المنفعة الآن معدومة، وإنما يعني تتولد بالاستيفاء. يعني ما احنا قاعدين في الشقة اهو، هننتفع بجلوسنا فيها بكرة وبعده وبعده، كل يوم يجي انت تنتفع بيها بيفوت جزء من الاستيفاء المنفعة، جزء من استيفاء المنفعة لغاية تم تنتهي المدة. لكن الإجارة لابد وأن تكون مؤجلة، فكذلك السلم لابد وأن يكون مؤجل. فهو يقيس السلم على عقد الإجارة بجامع أن كل منهما عقد معاوضة على معدوم. طيب يا سيدي، يبقى هنا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الوصف موجود اللي هو عقد معاوضة، والحكم تخلف اللي هو ايه؟ اللي هو عدم اشتراط التأجيل. معانا ولا هي صعبة؟ معلش، الحكم هو ايه يا بلاد؟ اللي هو عند الشافعي يقول لك عدم اشتراط التأجيل، فالتاني يقول له لا، العلة موجودة والحكم تخلف اللي هو العدم اشتراط التأجيل، واصبح هو اشتراط التأجيل. يعني وجد الوصف وانعدم الحكم. الوصف اللي هو عقد معاوضة في الذمة، عقد معاوضة موجود هذا الوصف، ولكن الحكم اللي هو عدم اشتراط التأجيل قد تخلف. فأقول له لا، الحكم لم يتخلف. ثم إيه اللي حصل؟ قال له اللي حصل إن الحكم موجود تحقيقا. إزاي؟ قال ما هو التأجيل أنا بقول إنه مش شرط في الإجارة. ليه؟ قال والله لأن التأجيل ده مش شرط للعقد، ده شرط لاستيفاء المنفعة وليس شرطا للعقد. فالوصف موجود ولم يتخلف عنه الحكم، بل موجود وموجود وجود حقيقي. فيقول لك هذه العلة منقوضة بالإجارة فإنها عقد معاوضة، ومع ذلك فالتأجيل شرط فيها، فالحكم قد تخلف عن العلة. الحكم اللي هو يا مشايخ اللي هو عدم، اكتبها كده، عدم اشتراط التأجيل، والوصف اللي هو ايه؟ عقده معاوضة. فالإجارة عقد معاوضة، صح كده؟ يبقى ما دام كان عقد معاوضة كان مفروض يبقى معاه الحكم اللي هو ايه؟ عدم اشتراط التأجيل، لكن عدم اشتراط التأجيل قد تخلف، وخلفه اشتراط التأجيل، فوجد الوصف وانعدم الحكم. الجواب بيقول بقى، بيقول له لا، الحكم ليس منعدما، بل الحكم موجود. اللي هو ايه الحكم؟ اللي هو عدم اشتراط التأجيل في عقد الإجارة. قال لا، عقد الإجارة لم يشترط فيه التأجيل، فالحكم موجود. أمال إيه بقى التأجيل في إيه؟ قال له التأجيل مش في العقد، ده التأجيل المشترط إنما هو في استيفاء المنفعة، ونحن لم نقص إلا على العقد. المنفعة اللي هي إيه؟ المنفعة اللي هي الشقة، سكن الشقة لمدة شهر. الشرط ان حضرتك عشان تستوفي المنفعة تحدد لي مدة، لان المنفعة مستمرة، ممكن شقة 10 سنين، ممكن شقة سكنة 15 سنة، انت هتستوفي في قد ايه المدة؟
السكنة هتستوفيها في قد ايه؟ في شهر لابد تحدد. يبقى هو شرط في استيفاء المنفعة وليس شرطا في عقد الإجارة. ولذلك وجد الوصف ووجد معه الحكم تحقيقا، اللي هو ايه؟ ان عقد الإجارة كعقد لا يشترط في هذا العقد اللفظي التأجيل. صح كده؟ أمال التأجيل مشترط في ايه؟ في استيفاء المنفعة. وهناك فرق بين يعني هيكل العقد وبين أوصاف العقد. استيفاء المنفعة لابد أن يشترط فيه تأجيلا، أما العقد لا، العقد لا يشترط فيه هذا. فيقول الشافعي: لا نسلم تخلف الإجارة، فإن الإجارة لا يشترط في صحتها التأجيل، فهي كالبيع، واشتراط التأجيل فيها الاستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة، باعتبار أنها ليست موجودة عند العقد. ولا يلزم من اشتراط التأجيل لاستقرار المنفعة أن يكون شرطا في الصحة. يا سلام، نفس اللي أنا قلته، خلاص زي ما قلنا، حتى يقال إن الحكم قد تخلف. ومثال الحكم التقديري، الحكم التقديري ده بقى مهم. طب الحكم التقديري بقى، يقول لك الحكم التقديري، واخد بال حضرتك، لازم ليه حاجة كده نقوله قبلها، إن عندنا نظام قديم في الإسلام أو جاء عليه الإسلام، ومش نظام في الإسلام وإنما هو نظام جاء الإسلام وجده. وهذا النظام لما جاء الإسلام وجده كان نظام شائع وذائع، وجاءت الأحكام تدريجية لا استئصالية. تدريجية يعني بدأت تفتح منافذ معينة لإنهاء حالة اجتماعية كانت موجودة اسمها حالة الرق. الرق ده كان حالة اجتماعية، إن البشر يملكون لغير رب البشر. جاء الإسلام على هذا النظام الاجتماعي، لكنه لم يأتي لاستئصال، يقول كل من كان عنده رقيق فهو عتيق، ما قالش كده. لأن مثلا دي كانت أموال، ودي أموال كانوا بيعتمدوا عليها في تجارتهم وفي أكلهم وفي شربهم وإلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يروض النفوس، ففتح مجالات اسمها مجالات العتق، جعلوا في الكفارات، وجعلوا في أنواع الطاعات، وفي أفضل المجاهدات وإلى آخره. الرق ده كان له أحكام، وكان عندنا في الفقه الإسلامي، الفقه الشافعي، بص تلاقي يقول لك العتق ده حكم له في العتق، ومثلا الكتابة ده أيضا، ده الكتابة ولها أحكامها في الفقه الإسلامي، والكتابة ده عقد طويل وفيه اجتهادات كثيرة. وعندنا باب اسمه باب يعني أمهات الأولاد أو بيسموها المستولدة. وعندنا كتاب من ضمن أبواب الرقيق، كتاب اسمه الولاء. يبقى عندنا العتق، وعندنا الكتابة، وعندنا باب تاني اسمه التدبير، وعندنا كتاب رابع اسمه أمهات الأولاد، وعندنا كتاب خامس اسمه الولاء في الرقيق. كل هذه الأبواب متعلقة بالرقيق، والرقيق له أحكام. من ضمن أحكامه مهمة إن الأمة الرقيقة إذا أنجبت فإن ولدها يكون عبدا تبعا لها، لأن الولد يتبع أمه في الرق. وكان الشيخ الباجوري ذكر في أول كتابه في حاشيته الفقهية على متن أبي شجاع على شرح ابن قاسم الغزي، ذكر أبيات يذكر فيها مثل هذه الأحكام، أن الولد يتبع الأمة في الرق، ويتبع الأب في النسب، ويتبع مثلا يعني أخص الأصلين في النجاسة.
يقول لك ولاد بعوله الولد في انتساب أباه وفي الرق أمه وكلام يعني من هذا القبيل. أنا مش متذكر الأبيات بس هتلاقوا عندكم هنا في حاشية الشيخ الباجوري في الجزء الأول. طيب يبقى الأم إذا كانت رقيقة وأنجبت فإن الولد يكون رقيق. طيب فهمنا الحتة دي صح كده؟ يلا بقى نخش على المثال. المثال بيقول أن يقول المستدل ولد الأمة لو كان أبوه حرة وأمه رقيقة يتبع أمه في الرق. الحكم كده يقول ولد الأمة إذا كان أبو حر وأمه رقيقة هيتبع أمه في الرق. فيقول المعترض الكلام ده منقوض. منقوض بإيه؟ بما إذا كانت أمه رقيقة في الواقع ونفس الأمر ولكن غررت بحريتها. ففي هذه الحالة الأم رقيقة والولد ليس رقيقا بل حر، يبقى وجدت العلة وهي رقية الأم وتخلف الحكم وهو رقية الولد. يبقى تخلف الحكم ووجد الوصف وتخلف الحكم. سليم؟ يبقى العلة بقى مش هي رقية الأم. قلنا له لا، العلة هي رقية الأم والحكم لم يتخلف. ما انت قلت حر، قلنا ما هو حر لكن ليس من كل جهة، ده هو له جهة رقية لأن هي الحقيقة إن الأب هيدفع قيمة الولد لملك الأم ولو كان حرا من كل وجه لما قوم في هذه الحالة. ده كون أنه هو يقوم يدل على أنه رقيق فالحكم لم يتخلف. يبقى ده اسمه إيه؟ وجد الحكم تقديرا لا تحقيقا. طيب قال فإن الأمة إذا غرت الحرة فادعت أنها حرة فتزوجها ثم تبين له بعد ذلك أنها أمة فإن ولدها يكون حرة وبذلك تكون العلة هي رق الأم وهو موجود والحكم هو رق الولد قد تخلف عنها. شرحنا واضح جدا. فيقول المستدل لا نسلم عدم وجود الحكم لأن الولد موجود، لأن الولد وهو رقه يعني موجود تقديرا. لا ده الرق موجود تقديرا بدليل أني أنا الولد ده بقومه بقول هو قيمته قد إيه وبدفع القيمة لسيده. ولذلك يجب في الولد القيمة ولو كان حرا لما قوم. يبقى وجد هنا الحكم تقديرا إنه هو يعني في التقدير رقيق ولذلك قومناه ودفعنا هذه القيمة إلى السيد، سيده يعني مش أنا. إن لم يكن بيقول لك أهو يبقى الاثنين منع وجود العلة أو منع انتفاء الحكم. يقول له والله الحكم لم ينتفي بس الشرط ان الحكم ده يكون مذهب مين؟ يقول له لا الحكم لم ينتفي بس الشرط ان يكون ده مذهبك انت ان الحكم لم ينتفي. ولذلك قال إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل، يعني ما ينفعش ان يبقى الحكم منتفي وده مذهبك وتدعي أنه لم ينتفي يبقى أنت كذاب.
ويبقى انت حضرتك بتلف وتدور في المناقشة وفي المناظرة، واللف والدوران لا يجيد لا يصح في المناظرة. هو مذهبك انتفاء الحكم ولا وجود الحكم؟ لو مذهبك وجود الحكم يصح أن تمنع أن الحكم لم ينعدم، أما لو كان مذهبك انعدام الحكم لا يصح منك الجواب بأن تقول بأن الحكم موجود تقديرا أو تحقيقا، لأن ده مش مذهبك. إن لم يكن انتفاؤه مذهبا للمستدل، وعند من يعتبر الانتفاء الموانع بيانا، وعند من يعتبر انتفاء الموانع بيانها، عند من يعتبر انتفاء الموانع يقول له لا، الشرط عندي في العلة أن تنتفي موانعها، فإن وجد مانع فلا يكون ذلك الوصف علة. فلما حضرتك تقول إن العلة دي فيها مانع وقادح من القوادح، عليك بإظهار هذه القوادح. تقول لي قادحة فين؟ ما الذي قدحها؟ ما الذي طعن فيها؟ من الذي جعلها ليست بعلة؟ بين لي الأسباب. لما تبين لي الأسباب أستطيع أن أنا أجاوب عليك، لكننا لا نعطي اعتراضا عاما، مش اعتراض من أجل الاعتراض. إذا أردت أن تعترض فأتني بنموذج من اعتراضك. أنا معترض علشان العلة ديت منقوضة بكذا ومنقوضة بكذا ومنقوضة بكذا، حتى يكون للمستدل فرصة إن هو يجيب عن كذا وعن كذا وعن كذا. أما الاعتراض المبهم والاعتراض المجمل لا يفيد في المناظرة. ده معنى كلامه كده. نقول بقى الكلام اللي أنا حطته على تعليق الكتاب، بأن يرى أن التخلف إذا كان لمانع لا يكون قادحا، وأيضا يكون قادحا حيث لم يكن لمانع. ما فيش مانع وتخلف يبقى هو كده قادح، طب في مانع يبقى ما قادحش. طب بيّن لي بقى أسباب القدح عندك، أي بأن يبين المستدل، بأن يبين المستدل في صورة النقض مانعا يمنع من ثبوت الحكم فيها، فيبطل النقض عند من يرى أن التخلف أن تخلف الحكم لمانع لا يقدح، كقولنا يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد. مش احنا بنقول كده؟ بنقول كده. فيطلع واحد يقول لك لا هذا منقوض. طب منقوض بايه؟ يقول لك والله منقوض بان الوالد اذا قتل ولده لا يقتل به، صح كده؟ ووجد القتل العمد العدوان وهو قتل الوالد للولد، وانتفى الحكم وهو وجوب القصاص. سليم؟ سليم. يبقى ده ناقض ولا مش ناقض؟ يقول له لا ده مش ناقض، لأن السبب عدم النقض اهو، بص بقى هو بيجاوب بيبين اهو المستدل اهو، يقول ده مش ناقض. ليه؟ لأن عدم النقض كان لمانع. إيه هو المانع ده؟ بين لي بقى المانع أهو. يقول له أن الأب كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدام الأصل. ده ابنك وأنت سبب في وجوده، لولا جوازك ولولا وطئك لما حصل الولد، فلا يكون ما أنت سبب في وجوده علة في إعدامك. كيف يكون هذا؟ أنا أوجدك وبعد كده أنت يعني تقطع رقبتي إزاي؟ فلا بد أن يبين هذا. قال كقولنا يجب القصاص في القتل بمثقل
قياسا على القتل بمحدد، فإن نقض بقتل الابن الأبي ابنه فإن الوصف موجود فيه وهو القتل العمد العدوان مع تخلف الحكم وهو وجوب القصاص. جوابه شو بقى الجواب اهو، عند من يرى انتفاء يعتبر انتفاء الموانع بيانها، أي بيان هذه الموانع. جوابه أن ذلك لمانع، يلا بقى أظهر لي المانع، وهو كونه كان سببا لإيجاده فلا يكون الولد سببا لإعدام أبيه. مش يقول والله لا ده الحكم تخلف هنا لمانع بس كده وتسكت، لا بين لي بقى المانع. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. من شرط الحكم، حكم إيه؟ يعني من شرط حكم الفرع أن يكون ذلك الحكم مماثلا للعلة، إذا كانت منفية ينتفي الحكم، وإذا كانت العلة مثبتة يثبت الحكم، بأن يكون مساويا لها في الوجود والعدم. يعني إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فيكون تابعا لها. إيه هو بقى اللي يكون تابعا لها؟ أي فيكون الحكم تابعا لها، أي للعلة في ذلك أي في الحكم. إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إن وجد وجد وإن انتفى انتفى. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على تعريف العلة وقال هي الوصف، والوصف قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وقد يكون لغويا وقد يكون إلى آخر. الوصف الظاهر، الظاهر في مقابلة الخفي، الظاهر يعني الذي يمكن الاطلاع عليه لكل أحد، مثل القصر علته إيه؟ مش السفر، مش المشقة. ليه؟ لأن المشقة ليست ظاهرة، أنا شايف التعب اللي جواك ده خفي. منضبطة، يعني موجودة في كل الأحوال، ولذلك العلة في القصر هو السفر، لأنه منضبط ولأنه ظاهر، ده قطع مسافة وكلنا نرى الذي يقطع المسافة وينتقل من مكان إلى مكان، يبقى مسافر أو سفر أو مرئي ومطلع عليه. المنضبط لأن السفر منضبط بخلاف المشقة، المشقة غير منضبطة لأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. يعني سفر الملوك ليس كسفر الصعلوق، أنت ممكن تسافر في قطر من هنا لغاية ماليزيا، ولكن هات ملك ماليزيا يستطيع ان هو يسافر من مصر الى ماليزيا في قطار مكيف، ما يتحملش، جسمه مش واخد على كده، تركيبته مش واخده كده، تركيبته واخده ان هو يركب في طائره، وطائره خاصه وفيها حمام سباحه وفيها ملعب كره وفيها نادي وهكذا، ومع هذا ايضا سفر ليه، لكن انت بالنسبه لك مش سفر. يبقى سفر الملوك ليس كسفر الصعلوق. يبقى العلة ينبغي أن تكون يا مولانا منضبطة، منضبطة يعني مضطردة في كل صورها وكل أحوالها. المعرف، المعرف ده وصف للإيه؟ للوصف، يعني الوصف المعرف، معرف يعني إيه؟ يعني علامة، كالإسكار علامة على تحريم المسكر، صفة للوصف، يبقى الوصف المعرف، يعني الوصف هو الذي يعرف، الوصف عامل زي العلامة. الإسكار علامة على تحريم الخمر، السفر علامة على جواز القصر. سواء أكان، يعني الوصف حقيقيا، حقيقي يعني إيه؟ يعني أنه يتعقل باعتبار نفسه. السفر هو سفر قبل أن يأتي الشرع
وقبل أن نعرف اللغة. قطع مسافة قبل ما يجي الشرع كان قطع مسافة، بعد ما جه الشرع كان قطع مسافة. فالسفر وصف حقيقي يتعقل باعتبار النظر إلى ذاته، يعني نفهمه ها ونتصوره قبل أن يأتي شرع، يعني لا يتوقف على شيء في تصوره، لا لغة ولا غير لغة. زي الطعم في الربويات، الطعام بالطعام، الطعام هو العلة. طب الطعم ده ده حسي يدرك بالحس قبل أن يأتي الشرع، فهو مدرك بالحس، وبعد أن أتى الشرع هو مدرك بالحس. يعني إذا نظرنا إليه في ذاته لا يتوقف على شيء. مضطردا أم عرفيا، الوصف عرفي يعني إيه؟ يعني الذي أثبت وصفيته هو العرف، يتوقف في ثبوته على عرف، يعني قبل أن يكون هناك عرف لا يعرف ذلك الوصف. مضطردا، مضطرد يعني يا مشايخ يعني لا يتخلف مطلقا، لا باعتبار الأشخاص ولا باعتبار الأزمنة ولا باعتبار الأمكنة ولا ولا. أم لغويا، أم كان ذلك الحكم لغويا، سواء كان حقيقيا الوصف أم عرفيا، مضطردا أم لغويا، أم كان الوصف ده وصف إيه؟ باعتبار أهل اللغة، توقف ثبوته على أهل اللغة، أو الشرع هو الذي جعله وصفا، هو الذي جعله علة. زي إيه كده بقى؟ يقول لك كتعليل حرمة النبيذ، النبيذ حرام، لماذا؟ قال لأنه يسمى خمرا، فالذي أثبت خمريته هي اللغة، يسمى خمر بناء على أن اللغة تثبت بالقياس، ده العلة فيه إنه يسمى خمر، تسمية أمر لغوي. أم شرعيا، شرعي كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، قال كده يجوز رهن المشاع، رهن المشاع يعني أنا وإنت مشتركين في شقة اشتريناها مع بعض غير معينة الحصص، يبقى دي مشاع بيني وبينك، يجوز إن أنا أرهنها. ما هي علة جواز رهن المشاع؟ قالوا أنه يجوز بيعه، الوصف جواز البيع، طب جواز البيع ده حكم شرعي، يبقى العلة قد تكون حكما شرعيا. جواز البيع ده ايه؟ حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو علة لجواز رهن المشاع. على الأصح فيهما اللي هو اللغوي والشرعي، قال والعلة، هو عرفها هنا بالإيه؟ بالحد، لكن إمام الحرمين عرفها بوصف أعم اللي هي الجالبة، جلب الشيء يعني إيه؟ يعني أحضره، كأنه بيقول له لا ده العلة هي اللي أحضرت الحكم، قالت له تعالى يا حكم، تعالى الله يهديك ويرضيك، هي الجالبة للحكم. يعني هي جالبة للحكم، قالوا سوى العلة جواها معنى مناسب، والمعنى المناسب ده هو الذي جعلنا نقول بأن هذا الوصف المناسب يستدعي هذا الحكم. الخمرة حرام، ليه؟ دي مسكرة، العلة هي الإسكار. طب إيه اللي خلاها يعني هي العلة؟ قال لأن هي مرتبطة بمعنى، اللي الإسكار ده بيزيل العقل، وإذا زال العقل قد يعني يرتكب الإنسان المهالك، ممكن يبقى داعشي وده مهلك من المهالك.
فمن أجل ذلك شفت بقى المعنى اللي جواها، هو الذي جعلنا نقول لا هي حرام. خلي بالك، يبقى هي عبارة عن إيه؟ هي فيها مناسبة، هذه المناسبة هي التي جعلت هذا الوصف يجلب الحكم، يستدعي الحكم، يحضر الحكم. طيب، وسواء أكانت جالبة لمصلحة العبد، عايز يقول لك إن الوصف الذي يسمى علة قد يكون محصلا لمصلحة، وقد يكون دارئا لمفسدة، وقد يحصل منفعة ومفسدة. مش يحصل بقى مفسدة، ده يحصل درء مفسدة مع. طب صلوا على النبي. الإسكار ده الذي ترتب عليه تحريم الخمر، درء مفسدة ولا لا؟ درء مفسدة. ايه هي؟ ان انا ممكن ابيع مالي، ان انا ممكن اني انا اطلق مراتي، ودي الطلقة الاخيرة، ولفظ صريح، واخد بالك، واروح الدار هيوقعوا هالي مثلا، دي مفسدة ايه. فلما اعرف ان هو حرام انتهي خلاص، وانتهائي هيؤدي الى دفع تلك المفسدة. الإسكار نفسه مفسدة، لأنه هيقول إلى مفسدة، تترتب عليه مفسدة. يبقى هذا التحريم الذي انبنى على وصفية الإسكار قد درأ مفسدة ظاهرة، صح كده؟ رهن المشاع، يجوز رهن المشاع لأنه يجوز بيعه. رهن المشاع حقق لي مصلحة ولا لا؟ حقق لي مصلحة. إن أنا من غير الرهن لن أستطيع إن أنا أقترض المال، والمال ده أنا محتاج له، فهو تحقق لي إيه؟ مصلحة على وزن منفعة. وقد يحقق لك مفسدة، درء مفسدة ومنفعة معا. قال: والحكم هو المجلوب، يعني هو الذي أحضرناه. يقول لك جلب الشيء يعني أحضره، يعني حكم هو اللي حضر يا مولانا، والعلة هي اللي حضرته، يعني كأن العلة هي العفريت. طيب، قال: والحكم هو المجلوب للعلة بأن يترتب عليها لما مر، يعني بأن يترتب الحكم عليها أي على العلة، فهي معرفة للحكم. العلة معرفة يعني علامة تدل على أن الحكم موجود، دل على الحكم بس كده، بأن تدل على وجوده، يعني إذا وجد تعرفنا، إذا وجد الإسكار عرفنا أن الحكم هو التحريم وأن التحريم قد وجد، وهو مذهب أهل السنة أن العلة معرفات لا مؤثرات. وقيل مؤثرة زي العلل العقلية، لا ليها دعوة بشرع ولا غير شرع، وهذا مذهب لا نرتضيه. إزاي مؤثر؟ لا تأثير إلا يعني بتأثير الله، هتؤثر إزاي بنفسها؟ ده العلل العقلية دي أصلا في عقيدتنا الإسلامية مش موجود، لأن معناها كده أنها لا تتخلف أبدا، ده معناها أننا سنبطل النبوات، لأنك بعد كده مش هتبقى فيه معجزة. وقيل بإذن الله، يعني أنها مؤثرة لا بذاتها، وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى مؤثرة، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل السنة. وقيل هي باعثة. باعثة يعني إيه؟ بتحض، يعرف أنت الباعث، العلة ديت كأنها بتحض على وجود الحكم، بمعنى أنها مشتملة على وصف، وهذا الوصف مشتمل على يعني مناسب، وهذا المناسب
هو الذي دائما يستدعي وجود الحكم. وقيل هي باعثة أي مشتملة على حكمة مخصوصة للشارع من شرع الحكم لأجله شرع. ده معنى بعثها كده، بعثها أن جواها شيء، هذا الشيء إذا نظرنا فيه وهو الحكمة وجدنا أن هذه الحكمة يعني تدعو إلى وجود الحكم. ده معنى كونها باعثة كما في الشهور. انتهينا من القياس. قال هنا بقى نتكلم على الأدلة المختلف فيها، وعندنا الأدلة المختلف فيها كثيرة، تكلمنا على بعض منها قبل ذلك وهو قول الصحابي بيسموها الأدلة المردودة. وأما الحظر والإباحة، يعني الحظر والإباحة يعني المنع، وخلي بالك الحظر والإباحة بعد إيه؟ بعد ورود الشرع، مش الحظر والإباحة قبل الشرع، لأنه لم يتكلم عليها هنا قبل الشرع، لأنه بيقول لك بعد البعثة اهي. ومن الناس من قال وقال وقال، يبقى المسألة هنا مخصصة بما بعد بعثة الأنبياء. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء، أشياء منها الأقوال ومنها الأفعال ومنها غير ذلك، والأشياء دي ممنوعة من الصرف، إن الأشياء بعد البعثة، هذا القيد مأخوذ من قول المصنف الآتي فإن لم يوجد في الشريعة، لأنه هو هنا بيقول لك إيه؟ إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة يبقى كلامه يا مولانا بعد الإيه؟ بعد البعثة. على الحظر، يعني على صفة وهيئة هي الحظر، يعني محرم، أي إن الأشياء متصفة بالحرمة بعد ورود الشرع، يعني القاعدة المستمرة المستقرة في الأشياء بعد الحظر بعد الشرع هي أنها محرمة، إلا أن يأتي دليل يدل على أنها مباحة. يبقى ما تشربش كوباية البيبسي دي إلا لما يأتي دليل، ما تمسكش التليفون إلا لما يأتي دليل، ما تكتبش بالقلم إلا لما يأتي دليل. لا لا لا، ده انتوا كتير، لأن الفعل الكذب، الفعل اللي هو إيه؟ أنت أشرب، ده فعل أهو. هو ربنا مش ملك الكوباية؟ هو ربنا مش ملك القلم؟ طب قبل ما حضرتك يأتي دليل إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حضرتك تصرفت في هذا بغير إذن من المالك، وكل تصرف بغير إذن من المالك فهو اعتداء على المالك، والاعتداء على المالك حرام. ولذلك سمعنا من قال بأن الأصل في الأشياء الحرم، يبقى مش حضرتك كده أول ما تلاقي حاجة تقوم تفعلها بدون أن تسأل عن الدليل الذي أباحها لك، لأن الأصل فيها الحرم. قال لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذن، هو أذن لك إن أنت تتصرف، وإذا تصرفت في بغير إذن فقد اعتديت، وإذا اعتديت فقد فعلت أمرا محرما. ليه؟ قالوا طب ما أصل العالم وهو كل ما دون الله سبحانه وتعالى، أعيانه الأعيان اللي هي الكباية، ومنافعه زي الأرض إن إحنا نجلس عليها، الكرسي إن إحنا نجلس عليه، ملك لله تعالى، الأعيان والمنافع. خلي بالك إن إحنا بنستعمل الإيه؟ المنافع لله تعالى. وإذا كان هذا لله فلا يجوز لأحد سواه أن يتصرف فيه إلا بإذن من الله، إلا ما، يعني إلا شيء أباحته الشريعة. الشريعة هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، يعني إلا ما أجازه الشرع الشريف، فحينئذ يجوز لنا
أن نجترئ، يجوز لنا أن نقدم، يجوز لنا أن ننتفع. أي جوزته، يعني إيه؟ قال لك يعني جوزته أعم من أباحته، لأن جوزته معناها إيه؟ رفعت الإثم عن الإقدام عليه، ورفع الإثم عن الإقدام عليه يتفق مع الوجوب، لأن الواجب رفع الإثم عن الإقدام عليه، والندب كذلك، والمكروه كذلك، والمباح كذلك. فأباحته هنا عبارة واسعة، معناها جوزته حتى يشمل هذه الأشياء. يبقى لا تقدم إلا بعد أن يأتي من الشرع مجيز، إما أن يكون إجازة على سبيل الوجوب أو سبيل الند أو سبيل الكراهة أو سبيل الإباحة. ولذلك شوف عبارة الإمام الرملي عبارة في منتهى الدقة، جوزته، عشان ما تفهمش يعني إيه إنه إذا جاء بالوجوب يبقى مش داخل تحت العبارة. لا قال لا، ده العبارة واسعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، بس مين يا مولانا؟ يعني بطريق التصريح أو بطريق غير التصريح، بس مين يعني اللي هيبحث؟ المجتهد. شو واحد يقول لك والله يعني أنا باخد الحكم من الدليل. طب أنت مين؟ أنت مين يعني؟ هو أنت حد يعني عنده اطلاع شديد على اللغة العربية وعلوم اللغة العربية وأدوات اللغة العربية، ولديك ملكة العربية، ولديك الذوق العربي الذي يعتبر ملكة، وعندك يعني صناعة وعندك خبرة؟ طيب، لكل مقام، يعني كل واحد يعرف قدره. أنت مقلد فخليك مقلد، وأنا كمان مقلد، مقلد لسيدنا الإمام الشافعي. فيتمسك بالأصل. هي يستمسك ولا يتمسك؟ يتمسك، هي أصلها السين ديت سنين. فيتمسك بالأصل، التمسك معناه اللي هو يعني أن تأخذ الشيء باليد. فده أرض، خلي بالك، ده مجاز، مش فيتمسك بالأصل، لأن الحكم الشرعي ليس شيئا محيزا حتى أستطيع أن أنا أمسكه باليد. يتمسك يعني إيه؟ يعني يعمل بالأصل ويؤخذ به بشدة وبقوة كما تمسك الأشياء. ولذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني مش يمسكه كده، لا، خذ بقوة. يعني إيه؟ يعني كن شديدا في تطبيقه، يعني كن متمسكا وهكذا. يبقى ده كناية عن الإيه؟ كناية عن الرعاية والعناية بالأصل وهو الحظر. يبقى يفضل الشيء ده وهو استعمال الموبايل حرام إلى أن يأتي دليل يدل على أن استعمال الموبايل حلال. بالظبط كده مشايخ زي أشيائك، محدش يجي يشرب البيبس، هو محدش يشرب البيبس بتاعي ليه؟ مش أدبا، لأن الأصل في الأشياء الحرم، أشيائي أنا، وكذلك الأصل في أشياء الله سبحانه وتعالى وأملاكه المنع منها قياسا على للغائب على الشاهد، لانتفاء ما يدل على خلافه. يبقى لو لم نجد في الشرع دليلا يدل على حله وإباحته ووجوبه وكراهته نقول بأنه حرام ونبقى على هذا الأصل. ومن الناس، من الناس يعني من الأصوليين والعلماء المجتهدين، من يقول بضده. الضد ده أمر وجودي مع الضد الآخر، الضدان أمران وجوديان
بينهما غاية المخالفة، لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلفهما إيه؟ ثالث. يبقى ضد الجواز ها اللي هو عدم الجواز، ما انت بتقول لك الحظر، الحظر اللي هو المنع. طب والآخر الفعل بقى. قال ومن الناس من يقول بضده، أي بضد ما سبق، بضد القول الماضي اللي هو الحظر، ضده هيبقى إيه؟ الإباحة. وهو أن الأصل في الأشياء، الأصل يعني القاعدة المستمرة في الأشياء يعني في الأقوال والأفعال وما وغيرهما بعد البعثة، أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يخرج ما قبل البعثة، مستقر يعني ثابت ومستمر على الإباحة، يعني على صفة وهيئة هي الإباحة، يعني اللي هو الجواز. الإباحة يبقى هنا الإيه؟ الجواز. لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به. طبعا هي دي عايزة دليل، ربنا خلق العبد وربنا خلق الشيء الذي ينتفع به العبد، الشيء الذي ينتفع به العبد خلقه الله سبحانه وتعالى. فلو لم تبح، طيب هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الأشياء التي ننتفع به، فلو لم تكن مباحة لنا لما كان هناك فائدة من خلقه، ولكان خلقها عبثا، والعبث يمتنع على الله سبحانه وتعالى. قال فلو لم تبح له، أي للشخص، كان خلقها عبثا، يعني لا حكمة فيه ولا فائدة، أي خاليا عن الحكمة، لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن ما عامة في كل شيء، واللام في خلق لكم يعني لام الانتفاع، والاختصاص هنا على سبيل الانتفاع، كما يقال الثوب لزيد، يعني الثوب لك تنتفع به انتفاعا خاصا بك. فيبقى معنى الآية بقى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم هذه الأشياء من أجل أن تنتفعوا بها، والانتفاع لا يكون كاملا وتما إلا بعد أن يكون حلالا، ولأنه تصرف خال عن المفسدة والمصلحة، وكل تصرف خال عن المفسدة وعن المصلحة فالأصل أنه جائز، فيجوز قياسا على الشاهد، قياسا على الشاهد. يعني انت افرض انت حضرتك عندك بيت، والبيت ده يعني له ظل، فانا انتفعت بالظل بتاع البيت، هو انت اصابك حاجة؟ ده انتفاع خالي من المفسدة لك ومن المنفعة لك، فيكون كذلك جائزا. يبقى هنا قاس الغائب اللي هو حقوق الله سبحانه وتعالى على الشاهد اللي هو حقوق العباد. إلا ما حضره أي منعه الشرع، خلاص يبقى يتمسك به فيه حينئذ بما منعه الشرع، قال إن هو حرام خلاص يبقى هو حرام ونبتعد عنه، ولم يرجح المصنف شيئا منهما، يعني لم يقل بأن الأصل في الأشياء هي الحظ ولا الأصل في الأشياء هي الإباحة، بل حكى القولين وسكت. والصحيح التفصيل، قال لك والصحيح من مذاهب الأصوليين هو التفصيل، أننا ننظر في شيء فإن كان فيه منفعة فهو حلال، وإن كان فيه مضرة فهو حرام. ولدينا أدلة على ذلك. قال ولم يرجح المصنف واحدا منهما، يعني لا من الحظر ولا من الإباحة، لأن الصحيح التفصيل. قال لا ده هو ما رضيش يرجح، علشان يعني الصحيح التفصيل، وهو أن الأصل في المنافع
الإباحة. قال والله المنفعة دي على وزن مصلحة، بننظر في الشيء، فإن اشتمل على منفعة فحلال وبلال أن نقدم على الانتفاع به. وهو أن الأصل في المنافع جمع منفعة، والمنفعة على وزن إيه؟ على وزن مصلحة، وزنا ومعنى الإباحة. وفي المضار جمع مضرة، وهي ما يضر ما يضر، وفسرت بمؤلمات القلوب من ضرب وشتم واستخفاف وغيرهما. أما الأول اللي هو إيه؟ أن الأصل في المنافع الإباحة، فلقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، لكم إن لم قلنا إيه معناها؟ الاختصاص على جهة الانتفاع. الثوب لزيد، يعني الثوب خاص بزيد ينتفع به. خلق لكم ما، ما هنا عامة بمعنى كل، يعني كل شيء في الأرض، ومش قال كده بس، ده جميعا كمان. عارف لو سكت على الأرض كنا استفدنا أنها كلها، ولكن جاء بجميعا لتأكيد العمومية التي في الألف واللام. خلق لكم، طب منين؟ طب ما أنا عارف أنها يعني مخلوقة على جهة الاختصاص المفيد للانتفاع. طب ما هو ممكن ينتفع بالحرام صح؟ قال له بس خلي بالك الآية هنا هتفيد الانتفاع على جهة الاختصاص الذي يفيد الحل. جبتها منين؟ قال لأنه جبتها لأن الآية سيقت في معرض الامتنان، إن ربنا بيعدد علينا النعم، والله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بالجائز. إذ لو لم يكن جائز، أي منة في الحرام؟ أي تعداد لنعمة الحرام؟ ده الحرام مش نعمة، ده نقمة، ده ابتلاء، ده فتنة، ده امتحان. ولا يمتن إلا بالجائز. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ده استفهام إنكاري. قل من حرم، طب ما ربنا عارف، بس لا هو ما بيسألش، ده بينكر على من يحرم ما أباحه الله. قل من حرم زينة الله، يعني لا تحرموا، وينكر عليكم هذا، لا تحرموا زينة الله التي أخرج لعباده، ولا تحرموا الطيبات من الرزق. طيب وما دام ان هو بينكر على اللي حرم تبقى ايه؟ تبقى حلال. يبقى الزينة حلال وطيبات الرزق حلال. وقوله تعالى أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، فإنه دليل الاختصاص. لكم في الاختصاص اللام، لكم زي الثوب لزيد، يعني ينتفع به وخاص به. أحل لكم يعني الطيبات خاصة بكم تنتفعون بها، وهي حلال عليكم، فإنه دليل الاختصاص. والطيبات اللي هي المباحات، الطيبات فسرت بالآية مشايخ بالمباحات. طيب وجه الاستدلال أن الطيبات مراد بها ما تستطيبه النفوس ولا تنفر الطباع السليمة منه، وليس المراد بها المباحات. ما هو بيقول أحل لكم الطيبات، الطيبات اللي هي إيه هنا؟ الطيبات يعني المباحات. أحل لكم المباحات، أحل المباح وليس. طيب نشوف بس الحاشية اللي أنا كاتبها،
ما أحله يعني هذه الأشياء حلال، الطيبات اللي هي إيه؟ الطيبات يعني ما تستطيبه النفوس ولا تنفر منه الطباع، وليس المراد بها المباحات كما يقول هنا، لأن لو كان مراد بها المباحات كان بقى في تكرار في الآية أبحت لكم المباحات. طيب، واللام مراد الاختصاص على جهة الانتفاع بذلك، فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأشياء أو أن ما تستطيبه النفوس ولا تنفر منه الطباع يباح الانتفاع به ويكون جائزا، لكن هنا تفسير الطيبات بالمباحات هذا لا نوافق عليه، لأنه هيقول في الآخر لإيه؟ إلى أن هيبقى في الآية تكرار. طيب، إحنا قلنا إيه في اللي فات؟ لا، ما مش أقول أحل لكم الحلال، لا، أحل لكم الأمور التي تستطيبها النفس ولا تنفر منها الطباع، لكن أحل لكم المباحات. طب ما المباح دي هي الايه؟ الشيء الذي وقع عليه الإباحة. وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر، يعني لا ضرر جائز أو لا ضرر ممكن أو لا ضرر واقع، دي ثلاث احتمالات. لا ضرر جائز، لا ده ما بينفعش جواز الضرر. لا ضرر ممكن، لا الضرر ممكن. طب لا ضرر واقع، طب ما الضرر واقع، يبقى عندنا حاجة تانية اللي هو ايه؟ اللي هو انشاء الضرر. هو ما بيتكلمش على ان ديت على صيغة النفي، دي على صيغة النهي، يعني لا تضروا أنفسكم ولا تضروا غيركم، والضرر عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي، والنفي المراد به هنا النهي، لأن الضرر واقع، فلو حمل الحديث عليه لزم الكذب في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، فيكون النفي هنا مراد به النهي تصحيحا للكلام. يبقى لا ضرر يعني لا ضرر، لا توقع الضرر، ولا ضرار يعني ولا توقع الضرار في الإسلام، رواه ابن ماجه وغيره. وجه الدلالة عموم نفي الضرر، خلاص عرفناها، لأنه نفي هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي بتعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان، يعني على إمكان الضرر، لأن الضرر ممكن، ممكن يعني لا مش واجب، مش مستحيل، ولا على الوقوع لأن الضرر واقع. يبقى النفي هنا ليس نفيا لوقوع الضرر لأنه قطعا واقع، وجدنا من يضرب الثاني ويضره، بل على الجواز، على الجواز يعني لا تنشئوا، لا تنشئوا الضرر، يحرم عليكم هذا. فإذا انتفى الجواز يعني لا ضرر جائز، ممكن يتعمل جائز بمعنى ايه؟ مش بمعنى المعنى الكلامي، لا، او المعنى، لكن بالمعنى الشرعي، لا ضرر جائز، يبقى هو حرام، لان نفي الجواز يفهم منه ثبوت التحريم وهو المدعى. قال السبكي الا اموالنا، الإدا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، طب ما هو مالك مباح ليا بالطريقة دي بقى لأنه نافع ليا، هاخد منك التليفون وهتكلم فيه، يبقى أنا انتفعت ولا ما انتفعتش؟ أدي بقى في الحتة دي بقى لازم أن احنا نستثني أموال الغير. قال السبكي التقي إلا أموالنا، فإن الأصل فيها مع كونها نافعة للغير الأصل فيها الحرم، إلا أموالنا
فإنها من المنافع، صح؟ الأموال دي من المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم، التحريم على الغير. ما تقولش بقى والله ده تليفون الشيخ هنتفع بيه، وانتوا بتقولوا في أصول الفقه الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، يبقى أخد أتكلم فيه. أو البيبسي بتاعه هشربه وأنا عطشان فأرتوي، والأصل في الأشياء الإباحة. إذا كانت نافعة أقول لك لا، السبك استثناها. والظاهر أن الأصل، أي أن القاعدة المستمرة فيها التحريم، يعني يحرم مال الغير على الغير إلا بإذن من صاحب المال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني حرام بعضكم على بعض. فيخص به عموم الأدلة السابقة، الأدلة السابقة دي كلها هنخصصها بهذا الحديث، لأن الأدلة السابقة تفيد إيه؟ تفيد أن ما تستطيبه النفوس ولا تنفر منه الطباع، وإذا كان محصلا للمنفعة فهو مباح، وهذا صادق على مال الغير. فالحديث يخرج مال الغير من هذا. قال: فيخص به عموم الأدلة السابقة جمعا بين الأدلة، ولا يخفى أن التحريم فيها ليس أصليا، ده تحريم مال الغير إنما أتى لعارض خارجي، ونحن نتكلم على القاعدة المجردة باعتبار ذاتها لا باعتبار ما عرض لها. لكن مال الغير ده الذي حصل فيه إنه الحرمة جاءت من خارج، ولا يخفى أن التحريم فيها، أي في الأموال والأعراض والدماء، لعارض، مش إن هي لكونها أشياء وهذه الأشياء نافعة، لا، ده لكونها تعلقت بحق الغير، لا لكون ذاتها أنها أشياء نافعة، لتعلق حق الغير بها. ولا ينافي أن الأصل فيها الإباحة، طبعا الأصل فيها الإباحة، لكنه لما تعلق فيها حق الغير حرمت على أحد أن ينتفع بها إلا بإذن، ويظهر ذلك بالموات قبل تملكه وبعده. ولا ينافي عروض اختصاص الملك بالانتفاع، كون الأصل في المنافع الحل، فلا يحتاج إلى استثنائه، كما أن عروض الواجب، أنا مش شايف حاجة البتاعة دي، انتوا ايه؟ كما أن عروض وجوب قطع العضو في القصاص ووجوب قتل النفس لا ينافي أن الأصل فيه يعني المضار الحرمة، دي حاجة عرضية، يعني الأصل في المضار الحرمة لكونها مضرة، لكن هذه عرض لها حكم شرعي بالقصاص، حكم شرعي بأنك أنت تزيل الجزء الزائد، يعني عندك مثلا قدر الله يد متآكلة، هذه اليد المتآكلة ينبغي أن تستأصلها مع أنها مضر، هي الأصل في المضر التحريم، لكن لما عرض لها أنها ستؤدي إلى تآكل بقية البدن والمحافظة على البدن واجبة، كان ذلك مخرجا لها عن أصلها. لكن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، في من حيث هي منافع ومن حيث هي مضار، لكن قد يعرض لي المنافع ما يجعلها حراما لأمر خارجي، ويعرض للمضار ما يجعلها واجبة لأمر خارجي كالقصاص. الواحد قاتل عمد عدوان هيستوفى منه، بس احنا نتبحه، نتبحه، بس القاضي هو اللي هيعمل كده، هيعدمه على حسب القانون الجنائي، ما احنا قلناش ان احنا هنبقى داعش، ده احنا بنقول قانون دولة، والدولة هي اللي هتعدمه، واخد بالك؟ مش الدولة الإسلامية داعش، لا، الدولة بحكمها بقانونها الشرعي
بعلمائها النابهون المجتهدون إلى آخره. لكن الأصل في إزهاق النفس أنه حرام لأنه مضار. الأصل إن في واحد سرق هتقطع إيده، طب ما هو قطع إيد ده إله، والأصل في الإيلام الحرم. لكن لا، ده عرض لهذه اليد أنها سارقة، وعرض لهذا الشخص الذي قتل أنه يقتص منه، وهكذا. فهنا بنقول أهو، قال لا يا عم الإمام تقي الدين السبكي ما فيش استثناءات، لأن احنا بنتكلم على الشيء من حيث هو نافع والشيء من حيث هو ضار. نحن نتكلم عن الأصل ولم نتكلم عن العوارض التي تأتي على الشيء. قال ويظهر ذلك بالموات قبل تملكه وبعده. قبل ما الإنسان يتملك الموات، أرض لم يجري عليها ملك لأحد، وحضرتك قبل ما تتملكها هي مباحة للجميع من حيث هي. فإذا تملكتها ها اللي حصل أنها حرمت، لكن حرمتها عارضا وهو طروق ملك الغير عليها، وبقبل تملكها كانت مباحة للجميع، ولذلك سموها إيه؟ سموها مباحات. إحياء الموات، إحياء الموات ده حضرتك بتأتي إلى قطعة أرض، هذه قطعة الأرض يعني حضرتك أنشأت عليها إنشاء أو زرعتها أو حولتها تبقى ملكك. من أحيا أرضا ميتا فهي له. بس ده وإحنا بنتكلمش على الفتوى، لأن ممكن تبقى في بلد يقول لك الدولة وضعت يدها على كل الأراضي ومنعت من إحياء الموات، القضية الثانية. لكن احنا بنتكلم على ما إذا كان ذلك مسموحا به، أن كل من وضع يده على قطعة أرض فبناها وأنشأها ويعني زرعها وأخرجها من حيز إلى حيز بما يعتاد في مثل ذلك فهي له، يبقى ده اسمه إحياء الموات. قبل ما أحيي الموات هذه قطعة الأرض كانت نافعة لأي أحد، فالأصل فيها الإباحة. طب بعد ما تملكتها، لا، عرض الحرمة على يعني امتنع على الآخرين أن ينتفعوا بها من أجل أنه جرى عليها ملك لي. قال واظهر ذلك بالموات قبل تملكه وبعده، ولا ينافي عروض اختصاص الملك بالانتفاع، يعني لا ينافي أن الأرض ديت كانت قبل ما يجري عليها إحيائي مباحة لكل دول، لأن الأصل فيها أن هي مباحة، ولكن لما جرى عليها يعني تصرفي وأذن فيه الشارع كان ذلك ناقلا لها من أصلها إلى صورتها الجزئية. يبقى ولا ينافي عروض اختصاص الملك بالانتفاع، كون الأصل في المنافع الحل، وده مش هينافي إن هي أصلا كانت قبل ما أنا أحييها كانت حلالا بلالا ولا شيء فيه، لأن إحنا هنا بنتكلم على الأصل. والسبكي انصرف نظره إلى العارض، هم عايزين يقولوا له كده، هناك فرق بين الإيه؟ هناك فرق بين الأصل والعارض. والسبكي انصرف إلى العارض، والجمهور تكلموا في الأصل. طيب هنقف عند هذا، في المرة القادمة نتكلم على حكم الأشياء قبل البعثة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم وفقنا لما أقمتنا فيه وفهمنا وعلمنا. اللهم وفقنا لما أقمتنا فيه وفهمنا وعلمنا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان. اللهم اجعل كل أعمالنا لك خالصة يا رحيم ويا رحمن.
اللهم اجعل كل أعمالنا لك خالصة يا رحيم يا رحمن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.